تطويع الخيزران مهنة تقليدية يدوية في قطاع غزة توارثتها الأجيال عبر الزمان، وتعتمد على تشكيل الخيزران وتحويله إلى قطع أثاث منزلي. وتكتسب تلك الصناعة أهمية كبيرة في غزة، حيث يمثل الخيزران ركنا أساسيا في كل بيت فلسطيني، ويحذر القائمون عليها من اندثارها جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وارتفاع أسعار المواد الخام. احنا نشتهر بصناعة الخيزران، يعني صنعة أثرية من جدودنا، شغلة يعني تراثية. الأجانب يعني بتحب مثلا تتفرج على شغل الخيزران، تحب تشتريه. عامة احنا كغلاء الخيزران من لأنه الحصار اللي احنا فيه والمعابر، فصارت المواد الخام كلها غالية. انها كانت تيجي رخيصه، هلقيت صارت كلها غاليه. حسب الوضع اللي هو الاقتصادي في البلد، انه يعني الوضع شوي سيء، يعني مش انه مثلا زي كسنين الماضيه. يعني اللي حاليا السنه هذه انه الوضع كوضع اقتصادي يعني تعبان. هي يعني صنعه فنيه، يعني صنعه فن، يعني باعتبارها يعني بالنسبة للأجانب يعني تحف، لأن هذه باعتبارها يعني شغلة يدوية من خلال الإيد، يعني بتتصنع وبتعتمد يعني على عدة عمال، كذا عامل، يعني عامل بيسلم عامل من خلال التصنيع هذه. وهي يعني طبيعة شغلها حاجة يعني تحفة هيك. الشغل الإقبال على الصنعة صار خفيف جدا، بقت زمان صنع يعني كل بيت لازم يبقى فيها طقم خرزان او كرسي او شماعه او رف او علاقه. اليوم يعني الناس اقبالها خف، ليش؟ لانه من الوضع الاقتصادي الصعب تاعنا. بعدين بنواجه صعوبات بالنسبه للبضاعه، بالنسبه كيف دخولها، تدخل بصعوبات عن طريق المعابر. كنا زمان يعني زمان في التسعينات او في الثمانينات بقت يعني سهله جدا جابتها من برا عن طريق الميناء الزود وعن طريق إسرائيل. اليوم عن طريق كلية مصر بنجيبها عن طريق معبر أبو سالم.